السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا النهارده. ان شاء الله هعمل معاكم الروتين بتاعي الصباحي اللي بيبقى بعد ما اصحى من النوم، ويوم الدراسي معايا بيبقى عامل ازاي. بدايه كده انا بصحى الساعه 5:30 الصبح. طبعا اول حاجه بعملها انا بدخل طبعا الحمام، بغسل وشي. هقول لكم الحاجات انا بستخدمها. بستخدم اول حاجه الغسول بتاع ستارفيل ده، قبل كده عملت لكم عنه ريفيو حلو قوي. وكمان بستخدم معاه الفرشه دي، بينظف الوش كويس، وانا بشرتي دهنيه طبعا انتوا عارفين، فببقى محتاجه حاجه قويه يعني للبشره. وكمان بعد ما بغسل وشي بقى بحط من ميه الورد ايفا، بحط شويه كده صغيرين على ايدي، ما بطبطب بيهم على وشي. وبعدين بغسل اسناني بالمعجون ده. المعجون ده مخصوص للي هم لسه بتاعتهم بتنزف دم. كويس قوي يعني معايا. بعد كده وبعدين طبعا برطب وشي بالمرطب التحفه ده، جاي اللي هو شان جيل. هو عامل زي الجيل كده، هو جيل بالظبط يعني مش كريم. طبعا ينفع جدا بشرة دهنيه، وانا بحبه قوي بصراحه، بحط منه ما بحسش بيه خالص. وبعدين اخر حاجه هستخدم بعد ما رطبت بشرتي، هستخدم كريم العين ده، لسه مستخدماه من فتره قريبه، قريت عنه ريفيوهات كويسه. وطبعا هكون اتوضيت قبل ما اغسل وشي اصلا. دلوقتي طبعا ميعاد ان انا اروح اصلي الفجر، هروح دلوقتي اصلي الفجر. وبعد كده هبتدي افتح التلفزيون بتاعي، هجيب اذاعه القران الكريم اشغلها الصبح. وبعد كده هدخل على المطبخ بقى علشان احضر سندوتشات بتاعت بنتي عشان هي تبقى رايحه المدرسه. جهزت الفينو، وجهزت جبنه رومي، ومجهزه حلاوه السبريد بالشوكولاته دي بتحبها قوي، وكمان جبنه دومتي برضو بتحبها، وازازه الميه بتاعتها هملاها لها. دلوقتي انا عملت سندوتشات زي ما قلت لكم، حطيت لها خياره، حطيت لها كمان عصير، وقفلت اللانش بوكس وهملاها ازازه الميه. وكده بقى جهزت لها الحاجات بتاعتها. بعد ما خلاص جهزت لها الحاجات والفطار بتاعها، هبتدي احط لها في الشنطه وهصحيها بقى واجهزها والبسها وتنزل بقى تروح المدرسه. بعدين انا بقعد بقى اقرا اذكار الصباح، بقراها بالبرنامج ده على الموبايل، حلو قوي البرنامج ده، بستخدمه بقالي فتره طويله، وعلى طول بيطلع بتذكير، يطلع لي تذكير يعني يقول لي ان الاذكار دلوقتي وقتها، ف بقراها في الوقت ده دايما. بعد ما بخلص الاذكار بتاعتي وكله بقى يروح على المدرسه والشغل وكده، ببقى طبعا بيبقى تقريبا كده الساعه تبقى 7. النهارده انا قررت انا بقى مش هنام على طول، هعمل حاجه كده حلوه، فطاير للفطار او بريك هعمله للفطار، وللولاد برضو بيحبوه. هينفع فطار، هينفع عشاء، حلو قوي قوي. دخلت المطبخ بصراحه وعجنت العجينه وعملته ونزلت لكم فيديو قبل كده، جربوه هيعجبكم جدا وعلى ضمانتي بجد. بس بعد ما خلصت بقى البريك هخش بصراحه اريح شويه كده حوالي ساعتين، يعني هصحى على الساعه 9 أو 9:30، وهبتدي اشوف ورايا ايه في البيت عايز يتعمل، ورايا ايه في المطبخ هطلعه. دلوقتي طبعا دخلت ريحت شويه، صحيت دخلت على المطبخ على طول، عملت الفطار بتاعي. طبعا هفطر من البوريك التحفه ده، وكمان هعمل جنبيه نسكافيه. انا فطاري بيبقى بسيط كده يعني، ما ببقاش جعانه قوي الصبح، فبفطر حاجات بسيطه زي كده. وكمان لو في كيكه برضو بفطر بيها مع النسكافيه، بيبقى برضو ببقى احب كده يعني، فطاري بيبقى خفيف زي ما انتوا زي ما بقول لكم. وبعدين هبتدي اشوف هعمل ايه على الغدا. بصراحه فكرت ان انا هعمل مكرونه بشاميل وهعمل بانيه وسلطه، فهبتدي اطلع اللحمه المفرومه من الفريزر تفك، طلعتها وسبتها على الرخامه عشان تفك. وبعدين هروح بقى اشوف مثلا ايه في البيت ممكن يتعمل. هاخد البخاخ بتاع الازاز بتاعي اللي بنضف بيه الازاز والمرايات، وهبتدي الف على الشقه كده واشوف لو في حاجه عايزه تتنضف، ترابيزات او تسريحات او كده، هبتدي انضف كده زي ما انتم شايفين. وبعدين انا عندي اوضه النوم النهارده كنت مقرره ان انا هنضفها، فهدخل امسحها وانضفها. اهو دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا جبت بقى الجردل بتاعي، وهبتدي انضف الارض
امسحها كويس. الجو اليومين دول تراب شوية والأرض بتتوسخ على طول، فدخلت نظفت الأوضة ولمعتها. وبعدين فرشت السجاد، وطبعا فرشت الملايات وروقتها يعني ترويقة حلوة. وبعد كده بحب أعطر الأوضة بعد ما بنضفها على طول. المعطر ده كنت اشتريته معاكم في المشتريات ووريته لكم، حلو قوي بعد ما جربته، ريحته حلوة جدا، ريحة الخوخ تحفة. هرش منه في الأوضة. ودلوقتي تقريبا كده ميعاد صلاة الظهر، هروح أصلي الظهر وبعدين هروح أدخل على المطبخ. محتاجة النهاردة أعمل حاجة حلوة، فبصراحة طقت في دماغي أعمل باستا فلورا، عملتها اهي. ودي كده شكلها بعد ما خلصتها، باستا فلورا بمربى الفراولة، بتبقى روعة بصراحة، وتنفع بقى في اللانش بوكس ان شاء الله، يعني احطه لبنتي في اللانش بوكس بتاعها. وبرضو للفطار زي ما انتوا عارفين بحب افطر حاجات خفيفة زي كده. وبعدين جه بقى ميعاد ان انا لازم ابتدي بقى اشتغل في الغدا علشان ما اتاخرش اكتر من كده. هعمل مكرونه بشاميل زي ما قلت لكم، عملت المكرونه البشاميل. اما اجيب لكم كده مقتطفات من اليوم بتاعي، يعني مش عايزه اطول عليكم الفيديو دلوقتي. انا خلاص خلصت المكرونه البشاميل بتاعتي، وكمان عملت جنبها السلطه، بس فاضل ان انا هحمر البانيه. وفي الوقت ده كده بيكون بقى بنتي رجعت من المدرسه وجوزي رجع من الشغل، وهنبتدي نتغدى زي ما قلت لكم المكرونه البشاميل. وطبعا بعد ما نتغدى هيبقى عندنا ايه، هيبقى عندنا مواعين زي ما انتم شايفين كده المطبخ بقى اتقلب ازاي، بقى مواعين مكرونه بشاميل وكيكه وحاجات كتير اتعملت النهارده. فدلوقتي هبتدي اغسلها وهنضف الحوض، وهنضف الحوض والمواعين زي ما انتم شايفين، والرخامه وكل المطبخ يعني هخلصه شطبه بعد الاكل. دلوقتي كده هو الحمد لله خلصت المواعين كلها وسبتها تتصفى هنا على الفوطه دي. ودلوقتي هبتدي المع الحوض. كنت عايزه اقول لكم معلومه كده، انا عندي الصفايه دي بتتشال كده وبتتحط، بتسهل عليا جدا لو في فتافيت من الاكل، ما تنزلش خالص في المواسير، بتتجمع هنا كده في الصفايه. بعد ما بخلص غسيل المواعين والحوض بيفضى، بروح شايله الصفايه دي كده اهو، بروح طبعا دلقه الحاجات دي في الباسكت. وبعد ما خلاص دلقت الصفايه هبتدي ان انا ادعك الحوض كويس بالسلكه، وهدعك برضو الحنفيه وحوالين الحوض كويس قوي، السلكه الناعمه والصابون او البريل هينضف معايا. وكمان الصفايات دي برضو بلمعها كده برضو بنفس السلكه. وكده الحوض بتاعي خلاص نضف ولمعته ورجع كده حلو جديد، وكل المواعين خلصت والحوض خلص. دلقت طبعا المايه اللي كانت في علبه غسيل المواعين، وبغسل العلبه نفسها كويس من بره كده، واسيب بقى الليفه جوه تبقى ناشفه واحطها جوه الحوض. بعد كده هيجي ميعاد بقى الهوم ورك. قبل ما ابتدي في الهوم ورك لازم اعمل لي كوبايه شاي حلوه متينه كده عشان تسند معايا بصراحه اللي بيحصل في الهوم ورك والحوارات اللي بتحصل فيه. انا بحب بقى، بص انا عامله هنا شاي احمد تي بالخوخ، تحفه الشاي ده، تحفه بجد، يعني طعمه كانك بتشربي كده خوخ بالظبط. عملت كوبايه شاي، وادي بقى الكراريس والكشاكيل والكتب، وهنبتدي المعركه بتاعتنا. اخيرا اخيرا خلصت المعركه بتاعتي على خير الحمد لله. هدخل بقى المطبخ، هعمل حاجه اخيره، هملى ازاز الميه وهشيلها في هشيلها في الثلاجه. هملى الازاز بتاعتي كلها، لان طبعا بنشرب منها طول النهار وخلصت. طبعا هغسلها الاول وبعد كده هملاها، وبعدين هتتشال في الثلاجه. واخر حاجه بقى خالص بعد ما خلصت وطلعت من المطبخ، هبتدي الم بقى الايه الكشاكيل والكتب والحاجات، واشيلها في الشنطة واحضر جدول تاني يوم. وشكرا كده اقدر اقول لكم تصبحوا على خير. هقعد مثلا ساعة ساعتين وكده يعتبر اليوم بالنسبة لي خلص. مش هتعشى النهاردة لاني كلت مكرونة كتير بصراحة، فيعني حاسة اني شبعانة، فمش هتعشى النهاردة، هنام خفيف خفيف. وان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم، الروتين يكون عجبكم. لو في اي ملحوظة قولوها لي في الكومنتات. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك عليه، وكمان اشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بقدمها. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.